قوي بالنسبه لنا في الحقيقه عمرو السوليه من 1-3. اشعه الرنين المغناطيسي هتحدد اصابه عمرو السوليه ومده الغياب. امبارح هو اتصاب، جاله جزع في الكاحل، كان تدخل قوي والغريبه ان الحكم ما حسبهاش، ودي نقطه مهمه بالمناسبه. يعني دايما عندنا الحكام في مصر يقول لك ايه، ما النتيجه اصل 4 فخلاص الفاول ده ما جاتش على الفاول ده مش مهم احسبه. لا يا جماعه، لازم نغير الثقافه دي. لو فريق كسب 10 ايا كان مين الفريق ده، لو كسب 10 وليه ضربه جزاء اداها له، ليه فاول ادهوله؟ ما بلاش الفكر القديم بتاعنا ده. طبعا الحكم عمل مباراه كبيره، محمد الحنفي هو حكم مميز وكل حاجه، طبيعي ان بيبقى ليه اخطاء يعني قبل كده في مباريات كتير، لكن في نفس الوقت نفسنا نتخلص من الموضوع ده، ان عشان الفريق ده كسبان نتيجه كبيره فمش لازم يديله فاول بتاعه، مش لازم يديله ضربه الجزاء بتاعته وكلام من ده. لكن المهم ان عمرو السوليه ان شاء الله يعود قريبا، والاشعه هي اللي هتحدد، لسه الاشعه المفروض النهارده كانت تتعمل فاعتقد، وهيتم معرفه مصير عمرو السوليه خلال الفتره اللي جايه. هل هيقدر يلحق مباراه الزمالك؟ نتمنى، لان لعيب مهم ومؤثر جدا، ولا مش هيلحق هذه المباراه؟ فاعتقادي باذن الله ان هو هيلحق باذن الله. نروح اللي في الجول، وكابتن سيد عبد الحفيظ تصريح ليه بيقول كثره الدوليين ميزه للاهلي، والدليل اجاييه، بيقول ان الدوليين لما يكون في عدد كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي ده شيء بيبقى جاي. بالمناسبه احنا عندنا ايه 14 لعيب، يعني عندنا بخلاف لاعبي المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول، عندك مين؟ عندك علي معلول في منتخب تونس، وجيرالدو في منتخب انجولا، واليو ديانج في منتخب مالي الاولمبي. فكابتن سيد عبد الحفيظ بيقول ان ده عدد كبير وعدد مميز، ودي ميزه بتبقى للنادي الاهلي، والدليل ان لما بيكون في عدد كبير جدا من اللاعبين نقدر، اللاعبين الدوليين يعني مع منتخباتهم، نقدر ان احنا نستكشف او نشوف لاعبين بقدرات مميزه تقدر تفيد النادي الاهلي. وابرز دليل على كده اجاييه، هو قال على حتى صحه كابتن سيد عبد الحفيظ يعني ان اجاييه اول مباراه مستر فايلر اللي امام كانو سبورت هناك في غينيا الاستوائيه كان بره القائمه اصلا، لكن بعد كده دخل وكان مؤثر بشكل كبير جدا في وقت الزمالك، وساهم بشكل اساسي طبعا.